أعلن قائد شرطة ماليزيا خالد أبو بكر أن أهم عضو مطلوب بتنظيم داعش لدى ماليزيا قتل في سوريا. إعلان أبو بكر جاء استنادا إلى معلومات مخابراتية تفيد بمقتل الإرهابي محمد واندي محمد جدي في هجوم بمدينة رقة السورية في أبريل الماضي. واندي يعد العقل المدبر لهجوم بالقنابل على حانة في كوالالمبور، مما أدى إلى إصابة 8 أشخاص في يونيو الماضي.